في مطعم احلى شيء ممكن تحصله. هذه كيكة شيء 7 ريال و600 بالشكل القديم على الطرقوت. هذا نفس الشيء بس عكس. اهلا وسهلا، الاجواء صارت اجمل من الروعه، فصار موضوع الاوتدور ندور كل يوم موقع احلى واحلى. هذا المنيو مالهم نهت امريكانو كالعاده، احلى شيء ممكن تحصلوا في الروم هالصورتين اللي في استقبالكم في الكويت. وصل طلبنا. ثانك يو امريكانو. حسن خبر هذا الكيكة. هذه ايش الكيكة؟ لبس تب العبد المدري. ايش ترى موسو هذي؟ شوكولات موس. هي ما نجرب إصدارات أمواج اللي تزامناً مع إكمالهم 40 سنة، 4 عقود في سوق عالم العطور، عاملين بالشكل القديم عطر جولد، كذلك بالخلطة أو بالتركيب العطرية اللي كان عليه عطر جولد من 40 سنة. أيوة. طلع الترند بقاله فترة وريحته جميلة وثبات وحدة. شيء رائع. بيرفيوم ماتري وكريد بالتحديد. وريكم اكثر على العطور مبيعا اللي هو هذا البيست سيلر، مو بس في المحل، على مستوى العالم وبين العطور الجالي صار الحين فيه الابسولو انتنس، يعني اللي يعاني من ثباته واداء ايفنتوس الاصلي هذا صار باداء اكبر واقوى، وصار بال يعني بالتويست القديمه الايفنتوس. المحبين ايفنتوس، هو أفينتوس بس مثل ما خبرتكم التركيز أعلى، ونفس أفينتوس القديم، فكثير ممتاز. 75 ملي ب 187. ثمين منزلين 3 عطور بالعادة يكون بهالشكل، بس هالكولكشن أبيض. قرأ لي الاسم. الله عشبي بوهيمينز انفيوجن، رائع هذا العطر عشبي. المحبين الروائح العشبية الأروماتيك، هذا فنفاري اسمه صعب. اسمه هذا فنفير. ايوه انا ايش قلت؟ فنفاري. ما قلت الكاميرا مسجله. هذا احس فيه وايد جردينيا صح؟ واضح كذا الفلورال النسائي. ايوه هذا روعه. شوف برافي. قال ليش حسن فنفاني؟ يا حسن كم مره اقول لك ما حد يقرا الاسم كذا. الله حلو، كأنه كذا كيك. حلوين هذول الاثنين. هذا المحبين الروائح الجرين العشبية اللي أروماتيك خشبية كذا راقية كلاسيك. هذا المحبين الروائح الكيوتية السودية، تحس كأنه كب كيك بالفانيلا مع بعض السبايسز كذا، رائعين هذول الاثنين. بس هذا تايب وهذا تايب. حبيت تصويرك، في تطور قريبا بتصور الافلام السينمائيه. وهذا طبعا عطور الثمين الغني عن التعريف والمشهوره بالبلو، بالرويال بلو. فنشوف العبوات جدا فخمه وليجيري صراحه، الامبري الالوان تدرجات الالوان الكاب لوجو البراند. عندكم هذا ذا مون شادو، عندكم الوينتر سن، هذين نفس الشيء بس عكس صايرين. عندكم يس اي كان. كثير حلو هذا، احس
السموكي أمبر لون العبوة. حلو حلو كثير أمبر، بس تحسوا في شيء كذا فريش، مش فريش، شيء كذا لطيف وبارد. ما أريد أرش المشكلة تعطل، أحس أي ماركة ما أحب أرش أول مرة وأنا متعطر، أحب أكون يعني جاي مخصوص للماركة عشان أقدر أحكم بشكل صح. دي فيلفت ماسك، أحب المسك. حلو الدوامات، أسعار العطور 55 ريال، حلوة الأسعار صراحة، بس أداء العطور كيف ما أعرف. أنا أذكر واحد اللي رش لي من الفترة الماضية كان كثير ثابت كثير على إيدي، وهذا ميدنايت ميلودي، أحس اسمه حلو صح؟ هذا حلو كثير 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 كثير، تحسوا حمضيات. هذا ستايلي الميدنايت ميلودي، كثير حلو. اختار عطر ايش تريدون تصور الحين؟ بسرعة. ترى مش سنسز اند سكس دايركشنز. ويلي اسمك صعب. هذا ذكرك ايش العطر؟ صح؟ شوف الفاس تعيد عشان العشاء اسمه ايش هذا؟ اسمه كبير كل امتحان. الحواس الخمس والاتجاهات الستة. قريب من عطر الحين رشيت لي، مش رشيت لي كان في الورقة صح؟ محروق. الماركة كثير حلوة، عطورهم سهل الممتنع، يعني مو كثير معقدين في التركيبة وفي الروائح، بس تحسوا كل عطر مميز عن الآخر. هذا فريش بس فريش مميز، طابع كذا ما يشبه العطور الثانية. بس أي كان كذلك له طابعه الخاص، فهذه الماركة حلوة، بس أداء العطور كيف ما أعرف، نحكم بعد التجربة. دخل ديتيلز أكثر عشان نشوف الألوان. شكرا. نتخلى البراند اللي بعد. صار وقت القهوة من بعد جولة العطور، الاختيار على حبيبنا عشق، وتشوف الناس تستمتعوا. أنا طلبت أمريكانو، سم الله مش سروب ما يعرف يشوف. هذيش ايس تي بيتش، والله لذيذ. لا حلو، في نعناع وليمون. وصلنا في كابيتال ستور الأفنيوز، وهذا أحدث إصدارات دولتشن جابانا. عطر كثير ممتاز، الميكس بين المكونات خاصة الفانيلا على اللبان شيء عبقري، حتى العبوة تحسوا أنه شيء كذا أنتيكة. رائع العطر. أيوة كان أبليكيشن نطلب نظارات، بس النظارات دائما من الأشياء اللي صعب نطلبها إلا إذا مجربين في محل أو في مكان ثاني، لأنه أحيانا ما تكون فت على الملامح. فصار أيوة بكبرهم عندنا في عمان هنا وفي مول عمان. أنا ملم بالتفاصيل، لفتتني الفريمات الطبية لأني حاليا أبحث عن فريم طبي، يعني نظارة طبية. هذا الفريم أنا كثير أحبه لأنه عملي ويناسب، يعني مو كاستايل وكذا، أنا أحب النظارة اللي تكون عملية. هذه لونها كثير حلو بني، طبعا ما يمكن اني اصور لكم نفسي اللي بهذا الفل، بس حلوه حلوه، حبيت هذه النظاره حتى لونها حلو. كيف اسعاركم؟ حلوه نفس الابلكيشن؟ واحلى بعد والله عرض يعني 99% الخصم، 60% على نظارات النظارات اللي ما حد يشتريها يعني صح؟ ليش محدودة؟ اللي ما حد يشتريها بالعكس يشتروها ناس وايد صح؟ هذا اللي أنا لابسها
من هالكولكشن الكبير اللي عليه خصم 60%. واليوم اخر يوم البلاك فرايدي، بكره يعني يا اليوم يا بكره، ما عندكم وقت اكثر. صراحه نظارات كثير حلوه. زين هذه مثلا النظاره اللي انا لابسها وطحت بغرامها، كم تصير بعد الخصم؟ هي 13 ريال بعد الخصم تصير 7 ريال. والله حبيت هذه حلوه. بس هذيك نسائيه صح؟ النسائية أو اللي يميل الأشياء النسائية، حسها كذا شوية صوب النساء. والله حلو الفريمات، كثير حلوة هذه، حلوة. الله بلبسها بطلع. هذه اللي أنا لابسها بكم صايرة؟ اللي أنا لابسها بكم؟ بعد تفرضك 7 ريال 600. وطب طبعا العدسة فيها حماية من الشمس، من الشمس ومن الأشعة فوق البنفسجية. حلو، يعني السعر حلو، كواليتي حلو كذلك. والله حلو النظارات، أنا كثير حبيت هذه. لو في منها لون ثاني كان اشتريتها، لو فريم السود على أسود أو بني كذا نفس العدسة تكون خرافية. بس أنا ما أحب الفريمات اللي كذا تكون ذهبية. حلوة، هذا تحسه كذا لاتينو.